معاشر الإخوة المؤمنين، لا يزال الحديث ماضيا بنا مع هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة المباركة التي بين نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سور القرآن وأفضلها، وهي سورة جمعت علوم القرآن، ولهذا سميت أم القرآن، سماها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهي سورة جامعة لعلوم عظيمة نافعة ودروس وعظات بالغة تمس إليها الحاجة، حاجة كل مسلم. ولهذا كان من شأن هذه السورة وخصائصها أنها تثنى في كل صلاة وتقرأ في كل ركعة من كل صلاة، وصلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة خداج، أي غير تمام، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي سورة مليئة بالعظات والعبر والدروس النافعات، ولهذا كان حقيقا بكل مسلم أن يعطي هذه السورة حقها من العناية والاهتمام، حفظا لحروفها وفهما لمعانيها وعملا بمقتضياتها ودلالاتها، وأن لا يكون حظه منها مجرد تلاوة الحروف دون فهم المعاني ودون العمل بما تدل عليه. معاشر الإخوة المؤمنين، وإن من الدروس العظيمة المباركة المستفادة من سورة الفاتحة أن فيها بيانا لمكانة الدعاء وأهميته في حياة المسلم وشدة حاجة المسلم إليه في كل وقت وحين، وأنه لا غنى له عن الدعاء، فبينت هذه السورة مكانة الدعاء العظيمة ومنزلته الرفيعة وشأنه في دين الإسلام، كما أن فيها بيانا شافيا لآداب الدعاء وشروطه وما ينبغي أن يكون متحليا به الداعي من جميل الصفات وطيب الآداب. فالسورة بينت مكانة الدعاء وبينت كذلك شروطه وآدابه. أما مكانة الدعاء من خلال هذه السورة، سورة الفاتحة، فإن
لب هذه السورة دعاء الله جل وعلا وسؤاله سبحانه والتضرع إليه، فهي سورة دعاء لله جل وعلا، ويدل لمكانة الدعاء من خلال هذه السورة أن هذه السورة أعظم سور القرآن، وهي فاتحة القرآن الكريم، هي فاتحة الكتاب، سميت فاتحة الكتاب لأن أول شيء يقرأ في الكتاب هي أول شيء يقرأ في كتاب الله عز وجل هي هذه السورة، يفتتح بها كتاب الله، وأيضا تأتي في الصلاة متقدمة على السور والآيات التي يشرع قراءة ما تيسر منها في الصلاة، وتأتي في كل ركعة من كل صلاة. سورة الفاتحة افتتح بها كتاب الله، وهي قائمة على الدعاء، وهذا مما يبين مكانة الدعاء وعظيم شأنه، فكتاب الله عز وجل افتتح بالدعاء كما أنه كذلك اختتم بالدعاء. آخر سورة في القرآن سورة الناس هي دعاء لله جل وعلا. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا كله دعاء لله جل وعلا، وتعوذ به سبحانه من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس. فيتعوذ المؤمن بهذا التعوذ المبارك، ويدعو بهذه الدعوة المباركة التي اشتملت عليها هذه السورة التي ختم بها كتاب الله عز وجل. وعليه فكتاب الله افتتح بالدعاء واختتم بالدعاء، وهذا من أوضح ما يكون دلالة وأعظم ما يكون بيانا إلى أهمية الدعاء ومكانته وعظيم شأنه، إضافة إلى الآيات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة والأحاديث الكثيرة التي جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبينة مكانة الدعاء وعظيم شأنه، وأنه عنوان الخير وأساس الفلاح ورأس السعادة ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء. وقال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، فيها الأمر بالدعاء والحث عليه ومدح أهله وبيان أن الله قريب منهم
يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم، وهو تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها. قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم لو أنفق ما في السماوات وما في الأرض لم يغضي ما في أو لم يغضي ما في يمينه سبحانه وتعالى. ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائنه تبارك وتعالى ملأى لا ينقصها شيء. يقول جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم، أي إذا غمس في البحر. والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفعة منزلته وحب الله تبارك وتعالى للداعين واستجابته لدعائهم وتحقيقه لرجائهم سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. فالدعاء كريم عند الله عز وجل ومنزلته عالية ويحبه جل وعلا من عباده، فمن دعا الله أحبه الله وفتح له أبواب الخير وهيأ له سبل الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن ترك دعاء الله عز وجل غضب الله عليه. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه، من لم يسأل الله غضب الله عليه. فالله عز وجل يغضب من عبده إذا ترك سؤاله، وترك السؤال قد يشعر من التارك للسؤال بالاستغناء وعدم الاحتياج وعدم الافتقار والالتجاء، وهذا كله من رقة العبودية ووهاء الدين. أما إذا حسن دين الإنسان وقوي إيمانه وحسنت صلته بربه تبارك وتعالى لازم دعاء الله جل وعلا وأكثر من سؤاله وطلب مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية منه تبارك وتعالى. فكل هذه لا تصلح ولا تستقيم ولا تتأتى للعبد على أحسن الأحوال ولا تتيسر للعبد إلا بتيسير الله وتوفيقه وإصلاحه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وتأمل مرة ثانية الدعاء: أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. لا 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 يصلح دين الإنسان ولا تصلح دنياه ولا تصلح آخرته إلا إذا أصلحها الله جل وعلا، إلا إذا أصلحها الله تبارك وتعالى. فالأمور كلها بيده. ولهذا قال أحد السلف كلمة عجيبة في هذا المقام، يقول: تأملت الأمر فوجدت أن بدايته من الله ونهايته إلى الله، وكل ما يكون فيه من الله، لا يكون من حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا غير ذلك إلا من الله،
يقول فعلمت من ذلك أن مفتاح كل خير دعاء الله، لأن كل شيء بيده، كل شيء بيده تبارك وتعالى، من صحة أو مرض، ضلال أو هداية، غنى أو فقر، قوة أو ضعف، حركة أو سكون، حياة أو موت، كل ذلك بيده. فإذا مفتاح كل خير دعاء من بيده الخير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ولا يتحقق الخير للعبد في دنياه وفي آخرته إلا باللجوء إلى الله وسؤاله تبارك وتعالى والطلب منه عز وجل. وهو سبحانه وتعالى يحب السائلين، يحب السائلين ويحب الداعين، ومن يترك الدعاء يغضب عليه، بل إنه سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء وأن يكثر من الدعاء وأن يعيد في الطلب والمسألة. ولهذا قال كما مر معنا، ولهذا قال سبحانه كما مر معنا: ادعوا ربكم تضرعا تضرعا. والتضرع هو الإلحاح على الله تبارك وتعالى، أن يلح عليه ويعاود الطلب والسؤال ويسأل المرة والثانية والثالثة والرابعة، ولا ييأس ولا يقنط، بل يلح على الله تبارك وتعالى بدون يأس. لا يكون حاله في دعاء الله كحال اليائسين القانطين من رحمة الله، يمد يده مرة أو مرتين يقول يا رب يا رب، ثم يقول دعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء، ثم يقول دعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء. هذا حال اليائسين القانطين من رحمة الله. ولا يجوز للعبد أن ييأس وأن يقنط، بل يكون دائما متفائلا، مؤملا، راجيا، طامعا. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو جل وعلا يحب الإلحاح، يحب منك أن تلح عليه وأن تكثر من التضرع بين يديه، يحب هذا من عبده، بخلاف الناس. الناس يتبرمون ويتأذون ممن يلح عليهم وممن يكرر عليهم الطلب ويمقتون ذلك. ولهذا قال من قال: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يغضب ابن آدم إذا سئل أو إذا ألح عليه بالسؤال، أما الله تبارك وتعالى يغضب إن تركت سؤاله، إن تركت سؤاله أو لم تلح عليه. فهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم ينبغي أن يكون ملحا في دعائه، متضرعا، راجيا، طامعا، مؤملا بالله تبارك وتعالى الخير، راجيا منه سبحانه وتعالى الفضل. وهو سبحانه وتعالى خير مسؤول وأفضل مأمول جل وعلا، وهو حسب المؤمن ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. ومما جاء في بيان مكانة الدعاء في السنة ما ورد في السنن عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ عبادتي. سمى تبارك وتعالى في هذه الآية الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته.
فالآية دليل واضح إلى أن الدعاء عبادة لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وقرأ الآية الكريمة، نص على هذا، قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة كما لا يخفى على كل مسلم حق لمن؟ حق لله، لا يعبد إلا الله جل وعلا، إياك نعبد، لا يعبد إلا الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فلا يدعى إلا الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام معلما وناصحا ومبينا، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن يطالع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة الناس وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، من يطالع سنته يعرف منها مكانة الدعاء، فقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس دعاء وأحسنهم رجاء وأكملهم عبودية وأعظمهم تذللا وافتقارا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا، وكان يدعو الله ويذكره في كل أحايينه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أذكارا وأدعية موظفة في اليوم والليلة، في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وفي الصلوات وعند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند تناول الطعام وعند الفراغ منه وعند ركوب الدابة، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام يدعو الله، يدعو الله تبارك وتعالى ويسأل الله، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله بجوامع الأدعية وأكملها، وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وأدعيته صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها ربه أدعية تامة، أدعية معصومة، لا خطأ فيها ولا زلل، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي مشتملة على أكمل المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف بدون خلل وبدون زلل وبدون خطأ. أما أدعية غيره عليه الصلاة والسلام فهي ليست مأمونة وليست مضمونة السلامة، بل أحيانا بعض الأدعية التي يكتبها بعض الناس قد يكون فيها شرك بالله، وقد يكون فيها بدع غليظة، وقد يكون فيها ألفاظ محرمة، وقد يكون فيها ركة في العبارة وضعف في الأسلوب، وقد يكون فيها وقد تكون سالمة، قد تكون سالمة، لكن مع سلامتها فما كان يدعو به رسولنا صلى الله عليه وسلم أسلم وأكمل وأتم. ولهذا عد أهل العلم من الضلال المبين والانحراف الواضح أن يكتب بعض الناس أدعية ينشئونها أو ينشئها لهم بعض أشياخهم فتكتب في أوراق ثم تقرأ موظفة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم مع هجر لأدعية المعصوم صلى الله عليه وسلم. عجبا، أين الاتباع؟
أين الاقتداء؟ أين تعظيم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين محبته صلى الله عليه وسلم؟ محبته من مقتضياتها العظيمة اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونحن نعتقد أن ما جاء عنه كامل لا نقص فيه، تام لا خلل فيه. إذن فما بال بعض الناس يهجرون دعواته صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ويدعون بدعوات أناس من شأنهم الخطأ والزلل وعدم الأمن من الخطأ والزلل. تترك دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ بدعوات أقوام، ولهذا تجد بأيدي بعض الناس حزب كذا وورد كذا، ثم تنظر في هذا الحزب وهذا الورد وتجد فيه أشياء ليست ثابتة في السنة، ليست ثابتة في السنة ولا مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلف في كتابتها أحد الأشياخ. ثم لكي تنفق على بعض العوام وتروج عندهم، تضمن تلك الأحزاب وتلك الأوراد رؤيا مدعات، رؤيا مدعات، كان يقول صاحب الحزب أو صاحب الورد: إنني بعد أن كتبت هذا الورد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو رأيت أبا بكر وعمر في المنام أو نحو ذلك، فيقول: قال لي صلى الله عليه وسلم هذا ورد مبارك وورد نافع انشره في الأمة ينفع الله به، فيقول: لولا هذه الرؤية لما نشرته بين الناس. ثم العوام يصدقون ذلك ويكون فيه شرك ويكون فيه بدع ويكون فيه ضلالات، وقد رأينا بعضها فيها هذا. أذكر مرة وقع في يدي كتيبا من هذا القبيل، وأخذت أقرأ أنظر ماذا في هذا الكتاب، وإذا فيه دعوات أشبه ما تكون بالطلاسم، وأسماء لا أعرفها لكن أظنها أسماء شياطين، وفيه أيضا دعوات شركية وتوجه بالسؤال إلى غير الله تبارك وتعالى، وكلمات مغلقة ما يمكن تفهم إلا بصعوبة وبفك لألفاظها وأشياء معقدة. فكنت أنظر فيه وأقول: من يمكن يقبل هذا الكتاب؟ من يمكن يقبل هذا الكتاب ويرضى بهذه الدعوات المظلمة التي فيه؟ ما أظن أحد يقبل ذلك. ثم لما وصلت إلى آخر الكتاب تبدد العجب، إذا بصاحب الكتاب في آخره يقول: عندما فرغت من هذا الكتاب توضأت ونمت تلك الليلة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: يا فلان، كتابك الذي كتبته في الذكر كتاب عظيم وكتاب مبارك، وعليك بنشره، وكلام من هذا القبيل. يقول: فسكت، وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني فلان، يقول: فأدركت أن الأمة لا غنى لها عن هذا الكتاب، وأنه ينبغي أن ينتشر بين الناس ويستفيدون منه، ثم يطبع وينشر ويصدق العوام. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الدعوات بينت في السنة، والأذكار بينت في السنة، والعلماء قالوا، وهذا ينبغي أن نعيه معاشر المؤمنين، العلماء قالوا: الرؤية المنامية لا يصح أن يؤخذ منها حكم، لا يصح أن يؤخذ منها حكم. يقول الشاطبي رحمه الله: المنامات تكون للبشارة وتكون للنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، أن نقرر حكم مبني على رؤية منامية ما يصح هذا.
كان يقول قائل للناس اذكروا الله بكذا وبكذا في الوقت الفلاني 6 مرات أو 10 أو 100 أو 1000 أو نحو ذلك. الدليل رأيت كذا وكذا في المنام، هذا ما هو دليل، هذا ليس دليل. الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. أما المنامات ما يؤخذ منها أحكام ولا يبنى عليها دين، ولا يبنى الدين أيضا على التجارب، مثل ما يفعل بعض الناس يقول الدعاء الفلاني جربته وجرب فلان، حتى بعضهم ادعى أن دعاء أصحاب القبور مجرب في 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 تحصيل المنافع، ويقولون قبر فلان ترياق المجربين، وهكذا يضلون الناس ويحرفونهم عن دين الله تبارك وتعالى وعما ينبغي أن يكونوا عليه من الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه الخزعبلات والترهات والمنامات والقصص والحكايات. وسبحان الله، دين الله تبارك وتعالى لا يؤخذ من هذه الطرق، وإنما يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر، وأن يحتاط الإنسان لدينه، وأن لا يأخذ ذكر الله تبارك وتعالى ودعاءه إلا من دعوات المعصوم صلى الله عليه وسلم، يأتسي به ويقتدي به ويهتدي بهديه ويستن بسنته، فهديه أتم الهدي ومنهجه أكمل منهج ودعاؤه أفضل الدعاء. هل يشك مسلم في ذلك؟ هل يشك مسلم في ذلك؟ إذن لماذا يترك أقوام دعواته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يتركون أذكاره عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يقبلون عليها؟ ولماذا يقبلون على أوراد تكتب لهم لا يدرى ما هي ولا يدرى ما حالها، بل إن حال بعضها ظاهرة البطلان متضحة الفساد. فالواجب على المسلم أن يعي هذا الأمر، وأن يكون منه في حيطة، وأن يقبل على دعوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أعود إلى حديثي عن الفاتحة ودلالة هذه السورة على مكانة الدعاء وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهذا عرفناه من خلال ما سبق، لكن بقي جانبا آخر أيضا جاء بيانه وهو متعلقا بالدعاء في سورة الفاتحة، ألا وهو الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي، وشروط الدعاء المستجاب. الدعاء ليكون مستجابا عند الله له آداب وله شروط وله ضوابط، جاء بيانها في الكتاب والسنة. وأيضا هناك موانع إذا وجدت لم يقبل الدعاء، وحالت بينه وبين القبول، ولهذا يجب على الداعي الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويطمع في ثوابه أن يتأدب بآداب الدعاء، وأن يحقق شروط الدعاء، وأن يتخلص من موانع قبول الدعاء حتى يكون دعاؤه مقبولا مستجابا. وسورة الفاتحة هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن اشتملت معاشر الإخوة المؤمنين على جملة كبيرة من شروط الدعاء وآدابه، اشتملت على جملة كبيرة من شروط الدعاء وآدابه التي إذا تحلى بها المؤمن واتصف بها أجيب دعاؤه وحقق رجاؤه وأعطي سؤله. وأهم شرط لقبول الدعاء الإخلاص لله فيه، الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى.
وهذا الشرط موجود في سورة الفاتحة واضح بين فيها، جاء مقدما ذكره بين يدي الدعاء. الدعاء في سورة الفاتحة قولك اهدنا الصراط المستقيم، لكن قبل ذلك جاء الإخلاص، إياك نعبد، إياك نعبد، ومعنى إياك نعبد أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة، ندعوك وحدك، نعبدك وحدك، نصرف العبادة لك وحدك، إياك نعبد. وتقديم العامل هنا يفيد الحصر، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، فهذا فيه الإخلاص، كما قال الله تعالى فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. فمن شروط قبول الدعاء أن يكون خالصا لله، أما إذا صرف لغير الله أو جعل مع الله شريك فيه فإن هذا محبط للعمل وباطل وليس مقبولا. ولهذا قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء والطلب لا يكون إلا من الله، لا يسأل أي أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم نادى عشيرته، ناداهم بأجمع ونادى بعضهم بأسمائهم إلى أن قال في تمام ذلك يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والله تبارك وتعالى قال له ليس لك من الأمر شيء. فالأمر لله والطلب يكون من الله. نعم هو صلى الله عليه وسلم شافع، بل هو عليه الصلاة والسلام أفضل الشافعين، لكن من يريد شفاعته عليه الصلاة والسلام يطلبها ممن؟ ها؟ قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يعطي الشافعين الإذن بأن يشفعوا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا قال قائل أحب أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أقول؟ يقال له كل مسلم يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسلم يحب ذلك، لكن لا يطلب ذلك منه عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلب ممن؟ من الله. ولهذا لاحظ السؤال الذي أعجب النبي عليه الصلاة والسلام والذي طرحه أبو هريرة مما يدل على أهمية الإخلاص في الدعاء. لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام مرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا السؤال أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما حسبت أن يسألني عن هذا السؤال أولى منك يا أبا هريرة. أعجبه هذا السؤال، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الإخلاص، الإخلاص للمعبود والالتجاء للرب العظيم تبارك وتعالى، هذا الذي تنال به الشفاعة. أما أن يدعى غير الله ويلتجع إلى غير الله ويطلب من غير الله ثم يقول القائل أنا لا أعبدهم وإنما أتخذهم شفعاء،
قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا يتخذ بين الله تبارك وتعالى واسطة. ولهذا الأنبياء وسطاء بين الله وبين خلقه في بيان دينه، وليسوا وسطاء بين الله وبين خلقه في الدعاء والعبادة. ولهذا لاحظ في القرآن الكريم هذا المعنى في سورة البقرة، آيات كثيرة تبدأ بقوله: يسألونك، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألون أشياء كثيرة. يسألونك، ماذا يأتي الجواب؟ قل هو أذى للناس، قل هو كذا، قل هو كذا. إذن هو عليه الصلاة والسلام واسطة في ماذا؟ في البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، هو واسطة في البلاغ. لكن في سورة البقرة لما جاء مقام الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، ارتفعت قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي ليسألوني مباشرة وليتجهوا لي مباشرة وليقبلوا علي مباشرة بدون وسطاء. في معرفة الدين لابد من الواسطة، لكن في دعاء رب العالمين أينما تكون وفي أي مكان تكون تتجه إلى الله والله يسمع دعائك. وإذا أخلصت وصدقت وحققت شروط الدعاء أجاب الله دعائك. ثم يأتي بعض الناس ويضيق أمر الدعاء تضييقا باطلا لا دليل عليه ولا أصل له، ويقولون الدعاء إنما يكون نافعا عند القبر، تذهب عند القبر قبر فلان أو قبر، حتى بعضهم أعظم من ذلك أو مثله، يقول الدعاء يكون نافعا لما يكون معك صورة شيخ، يكون معك صورة شيخ تضعها أمامك وتدعو من خلاله حتى يصعد. أما كذا هكذا تدعو دعاء مجرد بدون واسطة، لا صورة ولا شيخ ولا قبر ولا، ما يمكن أن يستجاب لك. هكذا يضلون الناس عياذا بالله. أين هؤلاء من قول الرب عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ أحد المهتدين قال لي بنفسه، قال: كنت على طريقة ما ونشأت ربيت على تلك الطريقة، وكان علمني شيخي في تلك الطريقة ألا أدعوه، ألا أدعو الله إلا من خلاله. يقول: تأتي عندي وتجلس أمامي وتبدأ تذكر الله وتدعوه حتى يصعد الدعاء، حتى يصعد الدعاء. يقول: اضطررت مرة إلى سفر إلى بلد ما وأتيت الشيخ وأنا في غاية الألم، قلت: الآن كيف أصنع؟ أنا الآن سأسافر، فكيف أصنع لما أريد أدعو الله؟ قال: لا، الأمر ليس بمشكلة، خذ هذه صورتي تجعلها معك في جيبك، كل ما أردت أن تدعو تخرجها وتنظر فيها وتدعو الله من خلالها. يضلون الناس وعياذ بالله، يضلون الناس ويضيعون أديانهم وأيمانهم وعقائدهم، ويربطون الناس بأشخاصهم. انظر حال هؤلاء وانظر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا قال له بواسطتي ولا قال له من طريقي، وإنما قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن شرط أساس في قبول الدعاء أن يكون لله خالصا، لا يدعى غير الله كائنا من كان، لا يدعى غير الله كائنا من كان. وهذا نأخذه من سورة الفاتحة من قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالدعاء ونخصك وحدك بالاستعانة. الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي مقتديا مؤتسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام في دعواته. وهذا أيضا موجود في سورة الفاتحة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق القويم والمسلك الرشيد. هذا الموضع هناك كلمة لشيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله، أسمعكم نصها، يقول رحمه الله: وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الصراط المستقيم الذي ندعو الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة أن يسلكنا به وأن يأخذ بنواصينا إلى السير عليه، من جملته أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعواته وفي جميع عباداته لله تبارك وتعالى. فهذا هو صراط الله المستقيم، هذا هو صراط الله المستقيم. ومن أعجب العجب أن بعض الأشياخ الذين ألمحت لبعضهم آنفا كتبوا في الذكر أذكارا مخترعة أنشأوها وسموا بعضها الصراط القويم. الصراط القويم، سبحان الله، الصراط القويم هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا حقيق بأمثال هذه الكتب أن تسمى الصراط الإيش أو السبيل الماذا؟ المعوج، لأن الصراط القويم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق من؟ إلا طريق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشروط والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي، وهي أيضا موجودة في سورة الفاتحة، الإلحاح على الله عز وجل، وأن لا ييأس الإنسان وينقطع ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، بل يكون دائما ملحا سائلا طالبا من الله إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. وسورة الفاتحة دلت على أهمية الإلحاح في الدعاء على الله جل وعلا ومداومة الطلب، من جهة أنها السبع المثاني، وقد عرفنا أن معنى المثاني في حق هذه السورة أي تثنى في كل صلاة. إذن فيه إلحاح وتكرار، ولا ما فيه في سورة الفاتحة؟ هي تقرأ كل يوم 17 مرة فرضا، هذا فرضه الله على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ هذه السورة في اليوم والليلة 17 مرة. وإذا كان يصلي النوافل ويحافظ على النوافل فإن قراءته لها في أيامه ولياليه كثيرة جدا، وهذا كله إلحاح، لأنه مرات وكرات في أيامه ولياليه يقول اهدنا الصراط المستقيم. إذا من أراد أن يهديه الله، خذها فائدة من سورة الفاتحة، من أراد أن يهديه الله هل يكفي أن يقول مرة في حياته اللهم اهدني ويتوقف، أم أنه يستمر؟ دعاء القنوت الذي يقال في كل ليلة يعاد فيه كل ليلة اللهم اهدني في من هديت. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، قال: واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس. فالمسلم لا يزال يحتاج أن يلح على الله تبارك وتعالى وأن يكرر السؤال والطلب والدعاء لله جل وعلا. وهذا هو معنى قوله في الآية المتقدمة: ادعوا ربكم تضرعا، يتضرع الإنسان إلى الله عز وجل ويلح عليه بالدعاء ويعاود ويطلب، وهو لا يعدم الفائدة في كل مرة يدعو في حاجاته الدينية والدنيوية، إما أن يعطيه الله تبارك وتعالى ما سأل، أو يصرف عنه من السوء مثله، أو يدخره له ثوابا وأجرا عندما يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كذلك من آداب الدعاء العظيمة التي دلت عليها سورة الفاتحة أن الداعي ينبغي أن يجزم بالدعاء،
أن يجزم بالدعاء وأن يجزم بالطلب، وأن لا يجعل دعاه معلقا بالمشيئة وإنما يعزم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم في الدعاء فإن الله لا مستكره له، وليعزم في الدعاء فإن الله لا مستكره له. فإذا مطلوب في الدعاء العزم، مطلوب في الدعاء العزم، وأن لا يأتي الدعاء رخوا، لا يأتي الدعاء رخوا ويظهر منه عدم قوة إقبال وعدم قوة عزم قلب في سؤال الله تبارك وتعالى وطلبه. ولهذا لاحظ الارتخاء في قول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت. المعنى هنا والظاهر يعني إن شئت أرحم وإن شئت لا ترحم، كأن الأمر ليس بعظيم وليس هو بعازم في 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 طلبه. ولهذا أيضا من الدلالات التي تضمنتها سورة الفاتحة العزم، وانظر العزم في الطلب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وفي كل مرة يعيد ويعزم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهذا فيه العزم، عزم في نطق هذه الألفاظ وطلب الله بها، وعزم في القلب في طلب الهداية ورجاء ذلك من الله عز وجل، وبعد عن الارتخاء والفتور في السؤال والطلب. أيضا من الآداب والشروط المهمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي حضور القلب وعدم الغفلة، حضور القلب عندما يدعو وعدم الغفلة، وهذا أيضا أدب عظيم وأمر مهم ينبغي أن يكون عليه الداعي عندما يدعو الله تبارك وتعالى. وسورة الفاتحة مشتملة على ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيكون قلب الداعي حاضرا مقبلا على الله تبارك وتعالى، راجيا من الله سبحانه وتعالى، موقنا بأن الله يجيب دعاءه ولا يكون غافلا، ولا يكون غافلا. وحضور القلب في سورة الفاتحة ظاهر من جهة التهيؤ الذي يأتي للداعي في تلك المقدمة العظيمة بين يدي السؤال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما بدأ بالدعاء مباشرة اهدنا الصراط المستقيم، وإنما جاء ذكر الله وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه تبارك وتعالى بين يدي الدعاء، وهذا فيه تهيئة للقلب ليكون مقبلا على الله تبارك وتعالى عندما يدعوه عز وجل. أيضا من الآداب المهمة في الدعاء وهو موجود في سورة الفاتحة أن يتوسل الداعي إلى الله تبارك وتعالى بالوسائل المشروعة، أن يتوسل الداعي إلى الله جل وعلا بالوسائل المشروعة، وهذا باب مهم وخطير في نفس الوقت، وكثير من الناس يزل فيه بسبب سوء الفهم وعدم معرفة حقيقة التوسل المشروع. ولهذا قال العلماء: التوسل منه توسل مشروع ومنه توسل ممنوع. والتوسل المشروع بثلاثة أمور، التوسل المشروع بثلاثة أمور وكلها موجودة في سورة الفاتحة، التوسل المشروع بثلاثة أمور وكلها موجودة في سورة الفاتحة. الأول وهو أعظم ما يكون التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، هذان الاسمان في سورة الفاتحة وسيلة بين يدي الدعاء، ولهذا جاءت هذه الوسيلة التوسل إلى الله بأسماء وصفاته في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهذا كله توسل إلى الله جل وعلا بين يدي الدعاء. فهذه وسيلة عظيمة، وسيلة عظيمة جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وها هي أيضا في سورة الفاتحة. النوع الثاني من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، بعبادتك له وإخلاصك واعتمادك عليه ورجائك منه وعبوديتك له وتفويضك أمرك إليه وتذللك بين يديه، هذا أيضا وسيلة نافعة. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فجاء ذكر الإيمان وسيلة إلى الله جل وعلا. إذن توسل بالإيمان وبالعمل الصالح وبالتوحيد وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه، هذه كلها أعمال صالحة يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها، وهذا موجود في سورة الفاتحة في قولك قبل الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنت يا الله وحدك أخص بالعبادة وأخص بالاستعانة، اهدني الصراط المستقيم. إذن أنت الآن توسلت في سورة الفاتحة بنوعين من الوسائل: توسلت إلى الله بأسماء وصفاته، وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بعبادتك له، بعبادتك له سبحانه وتعالى. أيضا توسل ثالث دلت عليه النصوص أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين. رجل أمامك تحسبه من أهل الخير وقلت له: ادعو الله لنا، أو ادعو لي وللمسلمين، أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا بأس به، هذا أيضا لا بأس به. أما التوسل إلى الله بالأحياء الغائبين، الأحياء الغائبين مثل ما يفعل أهل الضلال، يكون في بلده شيخه في بلد ثم يطلب منه، أو بالأموات الذين انقطع عنهم العمل وماتوا، فهذا لا يجوز، ولا يوجد دليل لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية مثل هذا العمل. إذن يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمان العبد بالله وعبادته لله وطاعته له سبحانه وتعالى، وأيضا يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. ولعل هذا النوع الثالث أيضا قد يستفاد من قوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنك هنا تدعو لك ولغيرك: اهدنا الصراط المستقيم. ودعاء المسلم لإخوانه المسلمين في ظهر الغيب مستجاب، وإذا دعا المؤمن لأخيه قد وكل الله ملكا يقول ولك مثل ذلك، يستجيب الله له دعاءه في نفسه وفي حق إخوانه. ولهذا يؤثر عن بعض أهل العلم أنه إذا عرضت له حاجة يريدها يسألها لنفسه ويسألها لإخوانه، مثل يمد يديه ويقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، وارزق فلان وفلان وكذا، ويذكر بعض إخوانه، أو يدعو عموما للمسلمين: اللهم أغني فقيرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم هون كذا، اللهم اشفي مريضهم، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، ففي ملك موكل يقول ولك مثل ذلك. دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، وهنا ينبغي أن يستشعر المسلم هذا الأمر، وألا يكون أناني، يحب أن يدعو له المسلمين وهو في الوقت نفسه لا يدعو لهم، بل ينبغي أن يحب لهم ما يحب، كما أنك تحب أن يدعو لك إخوانك المؤمنين فأيضا ادعو لهم
بظهر الغيب. وسبحان الله، الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب أمر عجيب وثواب عظيم لا يحصر. أضرب لكم على ذلك مثالا واحدا لأن الحديث في هذا قد يطول، لكن أضرب مثالا واحدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا، قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت في دعائك: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كلمة لا تتجاوز سطرا واحدا، كم لك فيها من حسنة؟ ملايين الحسنات، لأن لك بكل مسلم حسنة، حيا كان أو ميتا، من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل واحد منهم لك به حسنة. فهل هل هل يليق أن تقتصر في دعاء: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وفقط يقف الرجل الذي لظرف ما ولحال ما ربما مر عليكم في قصة دخول المسجد وتبول فيه وتعامل الصحابة معه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه معاملة الرفيقة ماذا قال؟ قال: اللهم ارحم، ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم ارحمني، وغضبان من التعامل الذي حصل، قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ حجرت واسعا، حجرت واسعا، رحمة الله ومغفرة واسعة. والمسلم يسأل الله جل وعلا رحمته ومغفرته له ولإخوانه المسلمين، ويشركهم في دعاء مثل ما يحب أن يشركوه أيضا في دعاء. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا هذا أيضا من الأمور المهمة في الدعاء. إذا هذه ثلاث وسائل مشروعة، هذه ثلاث وسائل مشروعة، ثم ما سوى ذلك ممنوع، وقد يكون شركا وقد يكون بدعة، قد يكون شركا وقد يكون بدعة. أما الشرك من ذلك فدعاء غير الله، مثل أن يقول قائل: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أسألك كذا يا فلان، هذا كل شرك بالله، حتى وإن سماه صاحبه ماذا؟ توسلا. لأن بعضهم يقول هذه وسيلة، تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حقيقته، وهذه حقيقة تقع مغالطات من بعض الناس حتى يمشي الباطل بين الناس. الآن الربا مشى بين الناس، وفي كثير منهم غير اسمه، قيل لهم هذه فوائد بنكية، وقيل أرباح، والخمر والمسكرات قالوا مشروبات روحية، مشروبات روحية، والرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ما يأتي الراشي ويقول لمن يرشي: خذ هذه رشوة التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، يقول هذه إكرامية، أنت وجهك يستاهل الإكرام وهذه إكرامية، ما يقول له هذه رشوة. فتغير أسماء، تغير الأسماء ثم تنفق الضلالات بين الناس. فالشرك ما يأتي من يدعو إليه ويقول له هذا شرك، وإنما يقول هذه وسيلة. وكيف تكون وسيلة دعاء غير الله؟ نعم، هذه وسيلة لإيش؟ للإبطال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن هناك وسائل شركية، وهناك وسائل بدعية ووسائل محرمة. هنا يكثر السؤال من كثير من المسلمين، يقول: هل يجوز لنا أن نقول في دعائنا: اللهم إنا نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لنا أن نقول هذا: اللهم إني أسألك بجاه محمد، أو بجاه أبي بكر الصديق، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو نحو ذلك؟ والجواب على هذا السؤال: أولا، ينبغي أن يعلم، وهذا لا يشك فيه مسلم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام،
لا يشك مسلما أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، هذا لا يشك فيه مسلم. الله جل وعلا قال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، وقال عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى وموسى ومن كل الأنبياء، فجاه عند الله أعظم جاه، لا يشك في هذا، وهذا أمر متقرر ومعروف. لكن السؤال، هل يجوز لنا أن نتوسل إلى الله بجاهه؟ للجواب على هذا السؤال نقول ننظر في السنة، إن كانت السنة أرشدت إلى هذا ودلت عليه فعلنا، وإذا لم ترشد إلى هذا ولم تدل عليه لا نفعل، لأن الأمر مرتبط بالاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم بسنته نظروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا أنه لم يأتي حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التوسل بالجاه. نعم جاء حديث ما تصح، مثل الحديث الذي يروج بين العوام: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث غير صحيح. حديث بين أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أصل له عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن من خلال هذه السورة المباركة ننضبط بضوابط التوسل المشروعة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي به ونهتدي بهديه، وندعو بما كان يدعو به صلوات الله وسلامه عليه، وبما كان أيضا يعلم أصحابه أن يدعو به. أيضا من آداب الدعاء المهمة، وهو في سورة الفاتحة، ما كنت أشرت إليه أولا، وهو الدعاء بجوامع الكلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: أوتيت جوامع الكلم. فعندما يدعو المسلم يدعو بالدعوات الجامعة، يدعو بالدعوات الجامعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا دعا الله أن يتخير من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك، فكان يختار الدعاء الجامع. وهكذا كل أدعيته جامعة صلوات الله وسلامه عليه. وانظر هذا الدعاء الجامع في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذه كلمة جمعت كل خير بدون حاجة إلى التفاصيل. يعني لاحظ هنا الجمع، ما قال اهدنا إلى الصلاة، واهدنا إلى الإسلام، واهدنا إلى اتباع السنة، واهدنا إلى الجنة، واهدنا على الصراط المنصوب على متن جهنم، واهدنا ويعدد بالتفصيل، وإنما جمع هذا كله في كلمة واحدة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن في, 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 في هذه السورة فيها الدعاء الجامع: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من غضب الله عليهم، نوع عملهم واحد وإلا كثير، لكنه أجمله في هذا. أيضا من ضل، ضلاله طريق واحد وإلا طرق كثيرة للضلال كثيرة، أجملها في هذا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمة موجزة، لكنها جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا والآخرة. ولهذا على الإنسان أن تكون دعواته جامعة كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام، ومن يتقيد بدعواته عليه الصلاة والسلام فإنه ينال جوامع الدعاء وفواتح الخير وتمام الأمر في الدنيا والآخرة. وليحذر الإنسان من الاعتداء في الدعاء بالتفاصيل التي قد يفعلها بعض الناس وينشئونها ويخترعونها ويضيعون بها أوقاتهم وأوقات غيرهم بلا هدى ولا دليل. أحد الصحابة رضي الله عنه رأى يوما ابنه يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها. وأخذ يفصل، قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يعتدون في الدعاء،
يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء فاحذر يا بني أن تكون منهم. إذا سألت الله فاسأله الجنة، فإن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإذا أعاذك الله من النار أعاذك من النار وما فيها. هل من المناسب يقول في دعاء الله من يعوذ بك من النار ومن حميمها وغساقها وعقاربها وحياتها ويفصل كل ما؟ لا، إذا عدت من النار عدت منها وما فيها. إذن السنة فيها جمع الاتيان بمجامع الدعاء، وهذا كما قلت لكم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لم يفصل في تفاصيل هذا الصراط المستقيم، وإنما جمعه في هذه الكلمة غير المغضوب عليهم. أيضا لم يفصل، ما قال الذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا، ولا الضالين، أيضا لم يفصل، وإنما جاء بهذا الكلام الجامع. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة. أيضا من آداب الدعاء الذي هي في سورة الفاتحة أن يجمع الداعي في دعائه بين الرجاء والخوف، أن يكون في دعائه راجيا خائفا، ولا يغلب رجاء على خوف، ولا أيضا يغلب خوف على رجاء، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف قد يأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف على الرجاء قد ييأس من روح الله، فيأتي بالأمرين معا راجيا خائفا. يجمع في دعاء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يجمع بين الرغب والرهب: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا من الآداب التي ينبغي أن تكون في الداعي أن يكون في دعائه جامعا بين الرغب والرهب، الخوف والرجاء، وهذا موجود في سورة الفاتحة، موجود في سورة الفاتحة. قولك الرحمن الرحيم هذا فيه الرجاء، الله يقول يرجون رحمته. وفي قولك مالك يوم الدين فيه الخوف ويخافون عذابه، لأن يوم الدين يوم الحساب. فأنت إذا قلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأنت متدبر تعقل عن الله خطابه، جاء وحضر في قلبك الخوف والرجاء، رجاء الرحمة وخوف العذاب. فهذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون في الدعاء. أيضا كذلك من آداب الدعاء أن يكون الداعي على طهارة، وهذا ليس بشرط لكنه أكمل أن يكون على طهارة، وإذا كان على طهارة وفي صلاة فهذا أقوى ما يكون وأسرع ما يكون للإجابة. رجل طاهر وواقف بين يدي الله ويصلي ومتهيئ للدعاء بالطهارة والخشوع والسكون والطمانينة، فهذا أسرع ما يكون في الإجابة، وهذا أيضا موجود في سورة الفاتحة، لا سيما إذا قرأها المسلم على وهو في صلاته يتطهر ويتوضأ ويصلي ويبدأ يناجي ربه تبارك وتعالى. أيضا إذا سبق الدعاء توبة وإنابة واستغفار، وهذا يأتي أيضا في بعض أدعية الاستفتاح قبل الفاتحة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذه معاني تتعلق بالدعاء دلت عليها هذه السورة العظيمة، وعلى كل مسلم أن يعرف قيمة الدعاء وعظيم مكانته عند الله عز وجل وشدة حاجة العبد إليه في كل أحواله، وأن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وعليه كذلك أن يتعرف على آداب الدعاء وشروط الدعاء وأوقات إجابة الدعاء، وأيضا أماكن إجابة الدعاء الماثورة في السنة، مثل على صعيد عرفة، ومثل فوق الصفا وفوق المروة، ومثل أيضا بعد رمي الجمار في أيام التشريق بعد الأولى والثانية. فهناك مواطن الدعاء أماكن الدعاء فيها أرجى،
وهناك أيضا أوقات الدعاء فيها أرجى مثل ليلة القدر ومثل الساعة التي في ليلة الجمعة وأيضا مثل جوف الليل الثلث الليل الآخر وأيضا في السجود قمن أن يستجاب لكم فيتحرى الإنسان أحوال الدعاء التي يستجاب فيها وكذلك الأوقات وكذلك الأمكنة يتحرى ذلك وكل ذلك يكون في حدود ماذا؟ في حدود حدود المشروع وحدود ما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم المسلم أن ربه حي كريم كما أخبر عن ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان إن الله حي كريم إن الله حي كريم يستحي من عبده سبحان الله العظيم ما أوسع كرمه وما أوسع فضله وما أعظم منه وعطاء مع أنه غني عنا وعن دعائنا وعن سؤالنا وعن طلبنا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده لا إله إلا الله إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين فأيضا من, 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 من أدب الدعاء ومن أسباب القبول أن يمد الإنسان يديه إلى الله تبارك وتعالى والله لا يرد لا يرد يديه صفرا كما أخبر بذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أحد العلماء رحمه الله جمع جملة من آداب الدعاء في ثلاثة أبيات جمع جملة من آداب الدعاء في ثلاثة أبيات وكلها أو جلها أيضا موجودة في سورة الفاتحة وقد أشرت إليها ما سبق. يقول أحد أهل العلم قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاحي قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاحي طهارة وصلاة معهما ندم طهارة صلاة معهما ندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي طهارة صلاة معهما ندم وقت خشوع حسن الظن يا صاحي وحل قوت ولا يدعى بمعصية وباسم يناسبه مقرون بإلحاح. فهذه عشرة شروط جمعها هذا العالم في هذه الأبيات الثلاثة قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بإفلاح أي بأنه إذا دعا ملتزما بها بأنه مفلح ونائل ما سأل طهارة وصلاة معهما ندم أي أن يكون على طهارة وأن يكون في صلاة وهذا ليس من الشروط ولكن من الآداب ومن كوامل الدعاء طهارة وصلاة معهما ندم وقت خشوع وحسن الظن بالله يعني يكون في وقت خشوع في دعائه وخشية وإنابة إلى الله وأن يكون أيضا حسن الظن بالله وقد قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وكذلك من الشروط ما أشار إليه بقوله وحل قوت أن يكون طعامه ومطعمه طيبا حلالا وهذا جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ولهذا من الشروط المهمة أن يبتعد عن الحرام ولهذا قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب وقد سددت طريقها بالذنوب أو بالمحرمات فالحرام يمنع مانع من موانع الإجابة ولهذا استبعد النبي ذلك قال فأنى يستجاب له. وقت خشوع لا حل قوت ولا يدعى بمعصية أيضا هذا لا بد منه لا يدعو الإنسان بمعصية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فأيضا من شروط الدعاء أن لا يدعو العبد بمعصية أو بإثم أو بقطيعة رحم وباسم يناسبه
يعني يختار من أسماء الله تبارك وتعالى الاسم المناسب، وإذا لم يأتي بالاسم المناسب يحدث في الكلام تنافر، يحدث في الكلام تنافر. ولهذا يأتي في السنة الدعاء مع الاسم: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تقول: ربي اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا. أما أن يأتي بأمر لا يناسب فهناك يحدث تنافر، مثل أن يمد رجل يديه في قائل في دعائه: اللهم ارحمني واغفر لي يا شديد العقاب. ما يناسب هذا، وإنما المناسب: يا غفور يا رحيم يا من رحمته وسعت كل شيء. فيذكر من الأسماء الحسنى ما يتناسب. ولهذا ذكر العلماء قاعدة في القرآن الكريم أن كل آية في القرآن ختمت باسم أو صفة لله فيما ذكر في الآية ما يناسب الاسم أو الصفة التي ختمت بها الآية. ولهذا يذكرون أن عربيا سمع مرة رجلا يقرأ القرآن، قارئ للقرآن، سمعه يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أخطأ القارئ، قال: والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: هذا ما هو، ليس كلام الله. والله غفور رحيم. نعم، أخطأ الأعرابي، استغفر الله، أخطأ القارئ وقال: والله غفور رحيم. قال: والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الرجل: ليس هذا كلام الله. فغضب القارئ، قال: تنكر كلام الله؟ قال: لا، لا أنكر كلام الله، ولكن ليس هذا كلام الله. وجد أن آخر الكلام لا يتناسب مع قطع ونكال وعذاب وخاتمة الآية والله غفور رحيم. قال: هذا ليس كلام الله. فتنبه القارئ ورجع قرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فعدل وحكم فقطع، يعني الكلام متناسب. ولهذا ابن القيم يقول رحمة الله عليه، وقد ذكر هذه القصة في كتاب جلال أفهام، قال: إذا دعا الإنسان باسم لا يناسب يحصل تنافر. ولهذا الأعرابي هذا أدرك هذا التنافر، وأنت أيضا تدرك هذا التنافر. لو سمعت رجلا يقول في دعائه: اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، يا من بطشه شديد، يا منتقم، يا، ومثل هذا تقول: هذا ما يصلح. توسل إلى الله عز وجل باسم يناسب حاجتك، يناسب حاجتك: اغفر لي يا غفور، ارحمني يا رحيم، ارزقني يا رزاق، وهكذا. قال: وباسم يناسبه مقرون بإلحاح، يعني تلح على الله تبارك وتعالى وتكثر من السؤال وتديم الطلب وتديم قرع الباب ويوشك أن يفتح لك. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.